صباح الخير بنهار جديد وصبحية جديدة عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج أحلى صباح. أكيد بحلقة جديدة رح نكون عم نتشارك مواضيع جديدة كمان ضيوف جديد تيخبرونا أكتر وأكتر عن نشاطات أو أحداث عم بتصير كمان بالبلد وبالمجتمع. ولكن قبل ما نبلش اليوم بنهارنا حبيت شارككم بفكرة صغيرة عن الصبحية وعن كيف منبلش نهارنا كمان بطريقة سليمة. عادة بيكون نهار الصبح أو أول جزء من النهار بيكون وقت تأمل وتفكير ومنفكر كمان بنهارنا كيف بدنا ننظمه وكيف بدنا نشتغل فيه. لما يكون عنا هدف حاطينه واضح وعم نتجه تجاهه وعم نشتغل كرماله لازم يكون هذا الهدف مقسم لعدة أهداف صغيرة، لأنه إذا نحن اشتغلنا تنوصل للهدف الكبير وما حققناه بنشعر باكتئاب وبأحباط ومنحس بعدم اندفاع تنرجع نكمل ونقدر نحقق هذا الهدف. ولكن إذا قسمناه وجربنا نحقق أهداف صغيرة أكتر وأكتر نوصل لكل هدف بيتجدد النشاط عنا، منحس حالنا نجحنا وقدرنا نتقدم ومنقدر ساعتها نتخطى الأهداف الصغيرة ونوصل للهدف الكبير. فخلينا اليوم بصبحيتنا نكون عم نركز الهدف لهالنهار بالتحديد، مش نفكر للمدى البعيد ولا نفكر كمان لنهاية الأسبوع، نفكر بهيدا النهار ونجرب نوصل للهدف اللي منحطه براسنا. أكيد مثل ما ذكرنا صبحيتنا منوعة وغنية، رح نبلش بمقابلة مع جوال عزيز اللي رح يكون ضيفة اليوم السفير المتقاعد دكتور عاصم جابر تيحكوا عن مفهوم الدبلوماسية وصفات الشخص الدبلوماسي وخاصة بهذا الموضوع بالتحديد. رح نكون كمان بانترفيو مع الأميرة غنى إرسلين رئيسة جمعية لبنى العطاء الخيرية اللي رح يحكوا عن افتتاح مكتبة الأميرة الراحلة ديالا إرسلين طلحو. كمان رح نكون بانترفيو مع المهندس عبدالله حايك رئيس جمعية جوب روتر تخبرنا أكثر عن هذه الجمعية ونشاطاتها ونوعية شغلها. رح نكون بمقابلة مع مروان سلام رئيس جمعية بيروت منارتي ودارين قباني رئيسة جمعية تياب العيد اللي حكونا عن مشروع عم بيقوموا فيه هلأ بهذه الفترة من الأعياد ويخبرونا أكثر عن هذا المشروع ونوعيته. وأكيد بالختام رح نكون كمان مع الفنانة أمال طنب تنعيش مع ترانيم الأسبوع الألام ونفوت أكتر بهيدول الأجواء. ولكن مثل كل نهار منبلش صبحيتنا مع أحوال الطقس من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحرير الدولي تنعرف أكتر إذا الطقس منيح رح يتغير. سمعنا أنه بالفترات الأخيرة رح يكون في تقلبات كتير بدرجات الحرارة، ولكن رح تضل دول معدلة السنوي رح تكون أقل من العادة، وكمان رح نشاهد كتير منخفضات جوية وارتفاع بدرجات الحرارة ما منكون متوقعين. ولكن أكيد مصلحة الأرصاد الجوية وكل العاملين فيها بيعطونا كل التفاصيل أكتر وأكتر وبيخبرونا بالدقة وبالأيام كمان اللي جاية كيف رح يكون الطقس. اليوم معنا منى عمر على التليفون كرمال تخبرنا أكتر وأكتر عن هول التفاصيل بعد ما جهز الاتصال مع منى عمر. ولكن مثل ما دايما منقول أحوال الطقس يمكن بيقدروا يخبرونا عنا كيف شايفينها جاية للأسابيع الجاية، ولكن ما بيقدروا يعطونا بدقة أكتر غير لليومين الجايين. منى صارت معنا على الخط. بونجور منى. بونجور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ تمام الحمد لله ماشي. خبرينا شوي، يعني شفنا مبارح شوية انخفاض ارتفاع، صرنا عم نضيع شوي أكتر وأكتر. كان ارتفاع ارتفاع كبير مبارح. هذا الأسبوع شكله كله هيك رح يكون، خبرينا أكتر. هلا اليوم بدها تنزل درجات الحرارة، في انخفاض ملحوظ بالحرارة. رح يكون أغلب الوقت غائم جزئيا بالليل وبعد الظهر في عنا احتمال شتاء أمطار خفيفة يعني. الخميس غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، درجة الحرارة ما بتتغير على الساحل بينما بترتفع شوي بالمناطق الجبلية. الجمعة قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ، بترجع درجة الحرارة بترتفع نهار الجمعة، الهواء بيكون ناشط يعني ما بتوصل لسبعين كيلومتر هذا نهار الجمعة. الحرارة اليوم على الساحل بين 12 و 23 على المرتفعات من 7 ل 16 وبالبع من 6 ل 19. الهواء جنوبي غربي سرعته بين 10 و 35 كيلومتر، الرطوبة على الساحل بين 35 و 70%، البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة المي 18. هذا كل شيء. مرسي كتير إليك منى عمر، نتمنى لك نهار حلو ولكل العاملين كمان بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحرير الدولي. نهارنا ببلش بنشاط وحيوية مع فقرة سبور والكوتش راين خليل. بونجور واهلا وسهلا فيكم من دافيت هاوس ريتم، واليوم حنشتغل توتال بادي ورك اوت وححعلمكم كيف بنشتغل بالرابر باند وكيف فينا نعمل كمان حركات بادي ويت. هي حنبلش بعضلات الصدر، نرجع لعضلات الكتف، نرجع لعضلات الابر باك، عضله البايسبس وعضله الترايسبس،
ومنمرق حركة سكوات. أول حركة حتكون مين ما بيعرفها، اللي هي أهم حركة وأقدم حركة تعلمناها أول شيء كلنا، اللي هي البوش أب. حنبلش بحركة البوش أب، إيدينا تحت الشولدرز and we go down 1 2 3 4 and 5. بهذه الطريقة منكون عم نستهدف عضلات الصدر. في تب صغيرة، إن كيس في حال ضيقنا إيدينا شوي صغيرة بهذه الطريقة 1 2 3 4 and 5، منكون عم نستهدف عضلة الترايسبس. للناس اللي ما بيقدروا يعملوا بوش أب على جسمهم كامل، فيهم يعملوا عركيبهم بهذه الطريقة عطول إنهيل إكسهيل 1 2 3 4 and 5. هذه للناس اللي ما بيقدروا يعملوا بوش أب على جسمهم بالكامل. الحركة اللي من بعدها هعلمكم كيف فينا نعمل تشست بالرابر باند. بكل بساطة منحط الرابر باند على الأرض بهذه الطريقة ومننام عليها. مننام عليها الأبر باك بيكون على الرابر باند. ناخد كل ميلة منلف الرابر باند على إيدنا and we go up 1 2، ومنعمل سكويز لعضلة التشاست 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ولنصعب الحركة أكتر فينا نعمل هولد بإيد ونشتغل بالإيد الثانية 1 2 3 4 5. نعمل الإيد الثانية 1 2 3 4 and 5. بهذه الطريقة منكون اشتغلنا على عضلة الصدر بالبوش أب وبالرابر باند. الحركة اللي من بعدها حنكون عم نشتغل على عضلة الكتف اللي بالنص. ندعس على الرابر باند، عملناها هيدي الحركة بحلقات قبل كنا عم نستهدف فيها عضلات الكتف، بس حارجع عيدها بما انه عم نعمل توتال بادي ورك اوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. نعمل الايد الثانية. جايز اصلا البوش اب ان كيس عملتوا بوش اب كل يوم فيكم تعملوها 40 ريبيتيشنز، بتكونوا عم تستهدفوا عضلة الظهر، عضلة الكتف وعضلة التشست. هي البوش اب بتستهدف اكبر كمية عضلات بالابر بادي، فاذا فوتوها على الروتين تبعكم كل يوم شيء كتير منيح. حنعمل الايد الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. الحركة اللي من بعدها حنكون عم نشغل عضلات الظهر من فوق. منحط الرابر باند تحت إجرينا، الأبر بادي بده يكون لقدام بهي الطريقة. منلف الرابر باند على إيدنا لنزيد شوي الانتنسيتي and we squeeze 1 2 3 and we go down 1 2 3 and we go down 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هيك بنكون صرنا عاملين 5 repetitions. حنعمل بعد 5 1 we hold 3 seconds 2 3 4 and 5. واخر رب منعد، نعمل هولد ومنعد 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
هيك بنكون لهلا اشتغلنا على عضلة التشاست، عضلة الكتف وعضلة الظهر. وحأرجيكم بعد تريك صغيرة قليل الناس اللي بيعرفوها، انه فينا نشتغل على عضلة الصدر من فوق، كان لازم نمرقها مع تمرين التشاست اول ما بلشنا، بس حأرجيكم عليها. بهيدي الطريقة اللي عم بشتغل فيها انا هلا كون عم بستهدف عضلة التشاست من فوق. 1 2 3 4 and 5. وبنعمل الايد الثانية، اجر لقدام واجر لورا، الابر بادي لعنا طابب لقدام. 1 2 3 4 and 5. We hold, we squeeze. عطول بنعمل سكويز، بنعصر العضلة لنزيد تدفق الدم عليها للعضلة. وحننهي بحركة بايسبس وحركة ترايسبس. بهيدي الطريقة منوقف. 1 راقبوا ايدي بس هتطلع كيف عم تبرم. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ومنغير. 1 عطول بدنا نعمل الايدتين، ما بدنا نعمل ايد وننسى ايد. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. حأرجيكم كيف فينا نستهدف كمان عضلة الترايسبس بهذه الطريقة. حأعمل لكل ايد 5 repetitions and we go. 1 2 3 4 and 5. وتاني ويل تاني ميلي and we go. 1 2 3 4 and 5. بهذه الطريقة جايز بنكون عملنا توتال upper body workout. حمرق بعد حركة واحدة للور اللي هي السكواتس، مين ما بيعرفها، اجرينا بيكونوا واسعين and we go down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. إذا عندكم مراية بالبيت فيكم تعملوا الحركات على المراية لتشوفوا حالكم كيف عم تشتغلوا. عطول وقت ما تعملوا سكواتس حاولوا قد ما فيكم الركبة ما تقلط أصابيع إجريكم. بهذه الطريقة بنكون عملنا total body workout بأسهل طريقة ممكنة. من The Fit House قريتين. Train with Rayan. We have a nice day.